السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مس حنين من مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة، معلمة الرياضيات للصف الرابع. اليوم يا رابع إن شاء الله رح ناخذ درس جديد اللي هو درس الأعداد الأولية، ولكن قبل ذلك بدنا نحل بقية الأسئلة اللي ضلت علينا في الدرس الماضي، الأسئلة المطلوبة طبعا من درس العوامل. نفتح كتابنا صفحة 90، في عنا بدنا نوجد هدول من 6 و7 و8 العوامل لهدول الأعداد. أول شي عنا هون 85. 85 أول شي بتقبل القسمة، قبل ما نحكي عن قابلية القسمة حكينا أول شي بنحط 1 ضرب 85 طبعا. وإيش عنا كمان؟ عنا هاي بتقبل القسمة على 5 لأنه أحادها 5، فإذا رح نحط 1 من عواملها 5 ضرب. كيف بدي أعرف الرقم اللي معها؟ حكينا دائما بنقسم قسمة طويلة عشان نعرف الرقم اللي معها. بنيجي بنقسم 85 تقسيم 5، بندور على 8 موجودة هون، بناخد الأصغر 1 فوق و5 تحت وبنطرح 8 ناقص 5 3 وبننزل 5. 35 بنلاقيها هون، بنحط 7 فوق و35 تحت وبنطرح. إذن عندنا 17 ضرب 5 بتعطيني 85. هاي كتبنا هون إذا 1 ضرب 85 و5 ضرب 17. ضل عندنا أعداد 85 بتقبل القسمة عليها، ما بتقبل على 2 ولا على 3، فبالتالي فقط هم هدول 3، فبالتالي فقط هم هدول العوامل. فبنروح شو بنحكي؟ 1 بنرتبهم، 5 5 17 5 85. هيك بنكتب العوامل باستخدام الفواصل. رقم 7 عندنا هون 62. 62 أول شي بنحكي 1 ضرب 62، وفي عندنا كمان بتقبل قسمة على 2، فبنحكي 2 ضرب. إيش بتعطيني 62؟ بنروح بنقسم على جنب. بعد ما تقسموها رح يطلع معكم الجواب 31. إذن العوامل هم هدول فقط، 1 و2 و31 و62. رقم 8 عنا هون 75. 75 أول شي بنحط 1 مع 75، بعدين 75 بتقبل القسمة على 3. ليش؟ لأنه مجموع منازلهم كم؟ مجموع منازلهم 12، ف12 بتقبل القسمة على 3. هلأ لو بدنا نعرف شو الرقم اللي بضربه بثلاثة بيعطيني 75، حكينا بنروح بنقسم قسمة طويلة. روح اقسموها على جنب، بتلاقوا عنا الجواب اللي هو 25. إذا 1 في 75 و3 في 25. طيب نشوف، ضايل عنا أعداد، هذا العدد بيقبل القسمة عليهم. نعم في عنا 5 لأنه أحدها 5 ضرب. إيش بتعطيني 75؟ بنروح بنقسم قسمة طويلة وبيطلع معنا الجواب 15. ضايل عنا أعداد 75 تقبل القسمة عليهم؟ لا، مش ضايل عنا هدول هم فقط العوامل، فبنروح بنكتبهم على شكل فواصل. إذا هدول مجموعة الأعداد اللي هم عوامل العدد 75، هنا كتبناهم بالترتيب 1 و3 و5 و15 و25 و75. نشوف سؤال 9 صفحة 91، بيحكي لي هون لدى حنين 65 زهرة تريد أن تصنع منها عددا من الباقات بحيث تحتوي كل باقة على العدد نفسه من الزهور، كم باقة يمكنها أن تصنع وكم زهرة ستضع في كل باقة؟ إذا كم باقة يمكنها أن تصنع وكم زهرة ستضع في كل باقة؟ من هذا النمط من الأسئلة دائما بدلني أني أنا بدي أحسب العوامل تعون هذا العدد اللي معطيني إياه. ليش؟ لأنه أنا إذا حسبت العوامل بعرف إيش العددين اللي بضربهم ببعض بيعطوني 65، فبالتالي هدول العددين واحد منهم حيكون عدد الباقات والتاني رح يكون عدد الزهور اللي رح نحطها في كل باقة. خلينا نحسب العوامل للخمسة وستين. أول شي عندنا العوامل للخمسة وستين، 1 ضرب 65. وإيش عندنا كمان؟ 65 بتقبل القسمة على 5، فبالتالي 5 ضرب إيش بتعطيني 65؟ بنروح بنقسم 65 على 5 عشان نعرف هذا العدد.
لو رحنا قسمنا على جنب رح يطلع معنا 5 ضرب 13 65. فبالتالي طبعا ما ضل في عنا أعداد هذه 65 تقبل قسمي عليهم، فبالتالي هدول هم العوامل لل 65، فبنيجي بنكتبهم على شكل فواصل 1 5 13 و65. سؤال 10 بيحكي لي: لدى سميرة 55 قرصا ملونا وتريد أن تضع قرصا على كل بلاطة في غرفتها في صفوف متساوية الطول. اكتب الخيارات الممكنة جميعها لعدد الصفوف. احنا بدنا نحط صفوف فيها بلاطات طبعا، وعندنا 55 قرصا ملونا بدنا نوزعها على هدول الصفوف. فبالتالي هون رح نحسب العوامل لل 55. أول شيء عنا الواحد مع 55، حكينا 1 ضرب 55، دائما هذا ما بدنا ننساه. 55 تقبل القسمة على 5 فقط، فبالتالي بنحط 5 ضرب إيش بتعطيني 55؟ هون ما في داعي نروح نقسم، نحافظين إنه 5 ضرب 11 بتعطيني 55، فبالتالي بحطها هي. وهلأ بنكتب العوامل 1 و5 و11 و55. فبالتالي عشان نجيب على المسألة الكلامية هون بحكي لي ممكن إنه أنا أحط صف 1 و55 أوزعهم على الصف الواحد، أو ممكن أحط 15 قرص في كل صف رح يكون، أو 11 صف وكل صف فيه 5 أقراص. سؤال 13 بحكي لي: ما العدد الذي له عامل واحد فقط؟ هذا مهم جدا هاي المعلومة لأنه رح تساعدنا في الدرس القادم. العدد اللي له عامل واحد فقط هو دائما الواحد. الواحد شو عوامله؟ بس 1 ضرب 1، والواحد ضرب واحد معناته أنا بس عامل واحد اللي هو إيش؟ الواحد. تمام؟ نشوف مع بعض حلول كتاب التمارين صفحة 29. نستعرض الإجابات مع بعض. هاي عوامل الرقم 6 1 و2 و3 و6 و12، عنا هيهم 1 2 3 4 و6 و12، وهون هاي الإجابات عنا لرقم 22 1 ضرب 22، هيك بنكتبها 2 ضرب 11، وعنا هون 1 ضرب 18، 2 ضرب 9 و3 ضرب 6، وهون عنا 45 1 ضرب 45، 3 ضرب 15، و5 ضرب 9. هاي الأعداد كيف بنحسبها؟ يا إما بنكون إحنا عارفينها لحالنا وبنحزرها لحالنا، يا إما عن طريق القسمة الطويلة. هون عنا 81، عنا 1 مع 81، 3 مع 27، 9 مع 9. اكتب الأجوبة طبعا، أو إذا أنت كاتب إجابات صحيحة مثلنا حط صح عند إجابتك، وإذا في عندك أخطاء عدلها.